الفقرة التانية هنبدأ نسجلها يا شباب، وإن شاء الله إيه بعد ما بخلصها بنعمل لها مونتاج وبنرفعها على اليوتيوب برضه. فبعرفكم بس عشان الناس إيه عارفة. ماشي؟ نقول بقى بسم الله إيه اللي هناخده بقى في المحاضرة الأولانية دي، المحاضرة التالتة دي. هنكمل السيرش ألجوريزم. إحنا خدنا اللي خدناه قبل كده، خدنا السيرش ألجوريزم والأن إنفورمد سيرش. وعلى فكرة يا شباب الكورس موجود على البي دي افات والبرزنتيشن موجود على اللينك ده لسه برضه، يعني لو دخلت عليه اللي هو bit.ly/cse-ai هتلاقي البرزنتيشن كلها بتاعت السنة اللي فاتت موجودة يعني. طيب فهنبدأ بقى نقول بسم الله كده، ايه اللي هناخده بقى النهاردة؟ هنبدأ نتكلم عن الان انفورمد سيرش، احنا خدناه هنتكلم بس عليه، وهنتكلم عن الانفورمد سيرش، وهنبدأ نشتغل على الاثنين مع بعض إن شاء الله. ماشي؟ خلينا بس أنا اللي أخد الكنترول يا شباب بتاع البرزنتيشن. ماشي. نبدأ بقى ثانية. الآن انفورمد سيرش إحنا بقى خدنا فيه إيه هو الآن انفورمد سيرش؟ اللي هو only has the information provided by problem، اللي هم إيه؟ الخمس حاجات اللي إحنا قلناهم، اللي هم الانيشال ستيت والافيلبل اكشن والترانزيشن والموديل. ماشي يا شباب؟ وعندك الجول تيست والستيب كوست، دول الخمس حاجات اللي هم بتوع البروبلم فورميليشن. ده الانفورمد سيرش. الالجوريزمات اللي خدنا عليهم اللي هو البريتس فيرست سيرش واليو سي اس اللي هو الان انفورمد كوست سيرش، حتى اسمه ان انفورمد كوست سيرش. قلنا الان انفورمد كوست سيرش زي البريتس فيرست بس شغال على الكوست والديبس، وده خدناهم وفي امثله عليهم ممكن تسمعوا. اللي بعد كده اللي هو الدي ال اس والاي دي اس اللي هو لسه اللي هو نوعين يعني تحسين على الدبس، هنقولهم برضك واحنا شغالين. الانفورمد سيرش بقى بنضيف معلومه زياده بتخلينا نحكم نعمل جادج على الاكشن نفسه، هل الاكشن ده بيستيميت الكوست نفسه، هل الاكشن ده هيوصلني للجول بسرعه ولا لا، فبيعمل عمليه استيميشن للكوست نفسه. ماشي يا شباب؟ بعد كده هناخد الالجوريزمات بتاعتها زي الجريدي بريتس فيرست والاستوب. ماشي يا شباب؟ ده ان شاء الله اللي احنا هنشتغل عليه. الان انفورمد سيرش اللي خدناه اللي هو البريتس فيرست سيرش اللي كان بيمشي ليفل ليفل، والان انفورمد كوست سيرش اللي كان بياخد بالكوست، والديبس فيرست سيرش اللي هو كان بيشتغل ديبس وينزل بالعمق لغايه لما يوصل لاخر حاجه وبعدين يبدا يرجع وان ستيب. في نوعين تانيين من الديبس هنقولهم اللي هو اسمها ديبس ليميتد سيرش وايتريتيف ديبس سيرش، تحسين على الديبس لان الديبس كان انكمبليت، كان له ميزه لو حد فاكرها كان ميزه الديبس ايه؟ اللي عارف يقول مثلا ايه كان ميزه الديبس عن بقيه الالجوريزمات؟ ان هو بيسيف الميموري، بيسيف الميموري لان التايم بتاعه ايوه الميموري بس، يعني هو كان ميزته الميموري بس طبعا مش بيجيب الاوبتيمال سيرش، وكان ممكن مشكلته ان هو يقع في لو في تري فيرجن ولا حاجه ممكن يبقى انفينيت لوب، فهو كان ميزته الميموري بصراحه بس. فالديبس سير ليميت في بقى عملوا تحسين عليه، دي كده ان انفورمد سيرش يا شباب. ان انفورمد سيرش يعني ما فيش معلومه زياده اللي هم الخمس معلومات اللي احنا قلنا عليهم بس. الدبس ليميت بيعمل ايه؟ بدل ما اخليه يمشي للاخر اديله اني ليميت معين، اقول له اقف عند مثلا خمسه ليفل، فبالتالي هيمشي دبس بس مش هيمشي للاخر، يمشي مثلا يبحث مثلا لغايه ثلاثه ستيب وبعدين يرجع تاني، وبعدين يرجع ما يمشيش لاخر الشجره، فانا بديله ليميت، عشان كده سموه ده تحسين على الدبس. فده الفكره اللي هو اسمه دبس ليميت سيرش. ده سمبل موديفيكيشن على الجراف فيرجن. سمبل موديفيكيشن ان انت بتمشي ان انت هتدي له كمان ال بتدي له يعني اقف عند بعد ثلاثه ليفل اربعه، انت اللي بتحدد على فكره. ماشي؟ وفي الاخر بيعمل ايه؟ بيديك سوليوشن، يا اما يديك نو سوليوشن. نو سوليوشن يعني هو بحث هنا ما لقاش السوليوشن يعني. وكات اوف اللي هو وصل ان هو ال ال بتاعته وصلت للام، اللي هو كات اوف لو هو خلص البحث خالص وما لقاش السوليوشن بتاعه، فبيقول ان انا كده وصلت كات اوف، ان انا هعمل قطع، قطعت هنا. فالفكره بتاعته ان هو بيديني قرار بناء على الجزء الاخير بتاعي اللي هو ايه؟
ال avoid problem depth search with three or unbound. شوف حاجة عندي هنا بس. انتوا شايفين كده يا شباب؟ ماشي ثانية واحدة بس كده. ماشي مش عارف انا عندي الشاشة عاوز اكبرها مش عاوز اكبر بس ما عليك في الكلام مختفي بس من عندي للأسف. ثانية واحدة بس كده. في ثلاث نقط كده فوق في بعد لما تفتحها انت فول سكرين هنعمل فول سكرين كده. ايوه بس في الثلاث بتاع المشكلة جاية اللي هي الشاشة. انتوا عارفين الشاشة اللي هي بتاعت دي جاية في وسط الكلام بقى انا مش شايف الكلام هي دي المشكلة. طب تمام تمام كده. طب يبقى الدبس انتوا المهم انتوا شايفين الشاشة كاملة صح كده؟ ايوه احنا شايفينها كاملة. طب انتوا شايفين انا مش مشكلة ظاهر عندي حتة مخفية مش مشكلة. دلوقتي احنا قلنا الدبس سيرش از دبس ليميت سيرش ويز اللي ما لا نهائي. ايه يعني ايه الجمله الاخيره دي؟ الدبس فيرست سيرش اللي احنا خدناه المره اللي فاتت كان ال اللي بتاعته بما لا نهائي. يعني ايه اللي بما لا نهائي؟ يعني بيمشي لغايه الاخر ويرجع تاني. واصله مفهوم الجمله دي معناها ايه؟ الدبس فيرست سيرش ده هو عباره عن دبس ليميت فيعني هو سبيشال كيس بس بقل بما لا نهايه. يعني ايه بقل بما لا نهايه؟ يعني ما يقفش عند ليفل 3 لا يفضل ماشي لغايه لما يوصل اخر الشجره وبعدين يبقى يرجع. مفهوم التعديل الدبس ليميت ولا مش مفهوم؟ هو بس في ليميت في عمليه ليميت بس يعني هل التري نفسها مثلا كذا ليفل يعني محدد بليفلز معين ولا انا ببسيرش في ليفلز من الشغله نفسها اللي متحمل الموجوده؟ لا انت بتحدد الليفل ده بيتقاس من فوق يا باشمهندس. يعني انت بتقيسي من اول الشجره لغايه الليفل مثلا اديته ال ب3 فيفضل ماشي لغايه 3 دب يمشي بالعمق وبعدين يبدا يرجع تاني. واصله؟ بالرغم ان التري يعني اكتر من كده يعني ممكن التري اكتر ممكن تكون التري 50 ليفل 60 ليفل 100 ليفل بس انا اللي بحدده الليميت. طب ايه الميزه في ده؟ الميزه ان هو دلوقتي مش هينزل للشجره كامله وبعدين يديني الحل فهو هيبحث كده لغايه ليفل معين وبعدين يرجع فده تعديل. طب التعديل ده هيفيدنا في ايه؟ ده السؤال بقى. التعديل ده يفيدنا في ايه؟ ايه اللي هيعدله في الالجوريزم؟ تعالوا نشوف خصائص. ما زال الانكمبليت هو ما زال انكمبليت الا اذا بقى الميزه اللي هناخدها بقى الميزه اللي هناخدها اول ميزه هناخدها لو ال ال دي وصلت للدي والدي دي اللي هي بتاعت الجول يا شباب. لو انت اخترت ليفل وانت عارفه ان الجول يعني تقريبا متوقعه ان الجول على بعد مثلا 10 ليفل فيبقى كده هيوصل للجول. واصله؟ يعني ده الميزه بدل كان الاول ممكن يخش في انفينيت لوب. يعني زمان اللي كان حاضر معايا المره اللي فاتت في المثال اللي احنا بردك في اللي اترفع في قبل ده على طول في الفيديو اللي مرفوع على اليوتيوب وحد سمعه كانت في التري فيرجن كانت مثلا الاي تروح للبي والبي تروح للاي والاي تروح للبي فبالتالي كان هيخش في انفينيت لوب فبنقول عليه نوت كومبليت. لو احنا ادينا له ليميت معين وفي تكرار يعني في الاي بتروح للبي والبي بتروح للاي والاي بتروح للبي بس في ليفل ما بعد منها هيرجع بقى هيرجع مش هيروح ما هو البي راحت للاي هيجي يرجع بقى للبي ويختار حاجه ثانيه بقى غير الاي فده الميزه بقى وبالذات لو في الجول كمان يبقى كده هيوصل للجول 100 ان شاء الله يعني بس ما زال نوت اوبتيمال لان مش مدخل الكوست في الاعتبار مش اوبتيمال خالص بس طبعا الميزه اللي خدناها التايم بتاع الثلاث كل الالجوريزمات يا شباب هتلاقوا اكسبوننشال اللي هو البرانش اس ال بس الفكره هنا اس ال اللي هو ال اللي هو الايه اللي هو الدبس ليم السبيس كومبلستي الميزه بقى اللي هي البي اف ال فخدنا الميزه القديمه وخدنا ميزه ان هو دلوقتي نقدر نخليه كومبليت او يوصل للحل او ما يقعش في انفينيت لوب لو ال ال بتساوي الدي ده الميزه بقى وهيبقى اوبتيمم برضك يا شباب في حاله برضه اوبتيمم من ناحيه الليفل مش من ناحيه الكوست من ناحيه الليفل لو ال ساوت الدي هيبقى عامل زي البريتس كده يا شباب عارفين البريتس فيرست لو كان الكوست هياها الليفل او احنا يهمني عدد الليفل يعني
فكان هيبقى اوبتيمال. فالميزه اللي خدناها كلمه الليس اللي احنا خدناها، لو ال الليفل اللي احنا اخترناه هو نفس الليفل بتاع الجول خلاص هيبقى كومبليت وهيبقى اوبتيمال، وهناخد هناخد السبيس، هناخد مستين ما كانوش موجودين في الدبس قبل كده. الناس بقى عملت حاجه، قالت طب ما نعمل تعديل كمان بدل الموضوع كويس كده، قالوا نعمل ايتريتيف دبس سيرش. ازاي ايتريتيف ده؟ قالوا طب ما خلاص ما احنا مش عارفين الجول فين، طب ما نبدا بقى الدبس فيرست سيرش يبدا من اول ليميت واحد ويبدا يزود كل مره، يعني يبدا ليميت بواحد وبعدين يعمل سيرش ما يلاقيش الجول، يعمل ليميت باثنين، يعمل ليميت بثلاثه، يعمل ليميت باربعه، اهو يبدا يزوده كل مره. يبقى هياخد بقى كده الميز، انا مش عارف الجول فين فهبدا اجرب الليفل الاولاني مش نافع، خد الليفل باثنين واعمل دبس. هيفضل كده احنا هنتجنب البروبلم بتاعه ايه، ان هو unbounded، اللي هو ايه، ان هو لو كان في حاجه فيها ريبيتيشن او فيها كان هيخش في انفينيت لوب، لا ما عادش هيخش في انفينيت لوب. وهناخد الميزه بتاعه كمان اللي هي هناخد الميزه بتاعه الدبس، هناخد الميزه بتاعه السبيس، وافيد البروبلم الدبس ليميت سيرش وين الجول دبس اكبر من الواحد اكبر من ال. وبرضك ايه كان في مشكله هناك، كنا بنقول ان ال لازم تساوي الدي، فانا مش عارف الجول فين، فانا ببدا اجرب الليفل الاولاني مش الجول، اشوف الليفل الثاني ما لقيتش الجول اخش في الليفل الثالث. فطبعا الدبس ليميت كنا احنا اللي بنحط الليميت ومش عارفين الجول فين، فانا هبدا اجرب، هو تعديل على اللي قبله يعني ما فيهوش اي حاجه يعني. فهي الفكره ايه، الايتريتيف دبس سيرش هو جواه دبس ليميت سيرش، بس الفكره ان هو بيبدا بقى دبس بواحد او صفر وبعدين واحد وبعدين اثنين وبعدين ثلاثه وبعدين اربعه، كل مره بيشوف الريزلت. لو الريزلت ما بيساويش لو الريزلت بتاعه ما بيساويش كاتوف، كاتوف يا شباب يعني معناه ان هو خلص وما وصلش للجول، ماشي؟ لو ما وصل لسه يعني خلص السيرش ما وصلش للجول يبقى يرجع تاني ماشي؟ لغايه لما يوصل بقى يديني ريزلت بقى، سواء بقى لقى الجول ما لقاش الجول يطلع الريزلت. هو دي الفكره يعني. مفهوم الايتريتيف دبس سيرش ولا مش مفهوم؟ ممكن تاني حد عنده سؤال فيه؟ هنعرف المزايا بتاعته دلوقتي حالا اهو. ايه اللي خدناه؟ بص بقى كومبليت، بقى اوبتيمال، معاك السبيس، خدت الثلاث مزايا دول. بقى كومبليت ليه؟ ليه كومبليت؟ بقى عامل زي الدبس بالظبط يا شباب، عامل زي البريتس. هو بيجرب الليفل الاولاني ما لقيتهوش، خش على الليفل اللي بعده. هي اوبتيمال بس بشرط، انا مش شغال كوست، خلي بالكم انا شغال اوبتيمال من ناحيه عدد الليفل، اوبتيمال من ناحيه عدد الليفل. الميزه بتاعه السبيس كومبلستي بي اس دي، ملاحظه بس اهي، نود اون ليفل اباف الدي ار جنريتد مالتيبل تايم. خلي بالك من النقطه دي، انت بتيجي تجرب الليفل الاولاني، لما تيجي الليفل الثاني انت شغال دبس، فهيعدي تاني على الليفل الاولاني. دي مشكلته، بس ده العيب اللي فيه، خلي بالك من النقطه دي. يعني انت دلوقتي خدت الليفل الاولاني وخلصته، في البريتس كان ياخد الليفل الاولاني خلاص يخش على الليفل الثاني، ملوش دعوه بالليفل الاولاني، ما هعمل عليه سيرش. في الايتريتيف ديبس سيرش انت خلصت الليفل الاولاني، حصل كات اوف وما لقيتش الجول، هتروح جاي عامل هتخلي الليفل باثنين، فهترجع تاني تشتغل ديبس، فهتعدى على واحد تاني. فعشان كده النود ان ليفل اباف الدي اللي هو اباف الجول يعني ار جنريتد مالتيبل تايم. طب ايه اللي استفدناه يعني؟ مع اللي استفدته ان السبيس قليله وان هو هيبقى كومبليت اوبتيمال. ده الميزه اللي فيه، بس الميزه اللي فيه ان احنا هو لو قارنته بالبريتس هنقارن التلاتة ببعض دلوقتي، بس لما نيجي نقارنه هتلاقي ان هو الميزه بتاعته السبيس وبقى كومبليت وبقى اوبت. تمام، تعالى ده اللي هنعمله. تعالى بقى اخر حاجه بقى في الجزء الان انفورمت سيرش، عشان نخش في الانفورمت سيرش. الجزء ده يا شباب هنسمرايز اهو بقى في الاخر الالجوريزمات اللي احنا خدناها. احنا خدنا خمس الجوريزمات، البريتس فيرست سيرش واليو سي اس اللي هو اليونيفورم كوست سيرش والدبس والدبس ليميت والايتريتيف دبس سيرش. من ناحيه الكومبليت هتلاقي ده كومبليت، كلهم كومبليت ما عدا مين اللي ما كانش كومبليت؟ الدبس فيرست. فاكرين ليه مش كومبليت؟ ها فاكرين دي مش كومبليت ليه؟ لانه ممكن يوصل لانفاينايت لوب ما يوصلش للبوست. ايوه ممكن يخش في ودي زيه برضك، بس كان مشكلته بس هو الدبس ليميت، لازم تختار الليميت يكون بيساوي الجول. طب ما انا مش عارف الجول فين، لو انا عارف الجول على بعد قد كذا
بس مش عارف المسار دي حلو الديبس ليميت هيبقى جميل جدا وهيديك الاوبتيمم كومبليت وهيديك سبيس كويسه قوي. فالالجوريزم ده واحد يقول لي اختاره امتى؟ الالجوريزم ده لو انت عارف ان المدينه بتاعتك او اللي انت بتبحث عنه مثلا على بعد قد كذا، انت عارف بس مش عارف المسار، مش عارف المسار فين، مش عارف هتعدي على ايه، فاستخدم ده لان هيبقى كومبليت بقى في الحاله دي. طب خلي بالكم بقى البريتس كان كومبليت بس بشرط ان هو البرانشنج فاكتور يكون فاينايت. يعني ايه فاينايت؟ يبقى له عدد صغير يعني 3 4 5 ما يبقاش ملا نهايه. عارفين ايه هو البرانشنج فاكتور يا شباب؟ اللي هو اللي بتطلع منه، اللي هو يعني انت واقف عند نود هتروح ليمين ولا شمال ولا فوق ولا تحت كده اربعه، كده اربعه برانشنج فاكتور، يبقى الفاكتور هنا اربعه. المهم ان البي باربعه، وفي الغالب في معظم البروبلم، في معظم البروبلم البي بتبقى فاينايت، فالشرط ده تمام. اليو سي اس كان فاينايت بس كان في شرط كمان عشان يبقى كومبليت، لازم الكوست تبقى موجبه، وهي طبيعي بتبقى موجبه الكوست تبقى، لان لو سالبه مره موجبه ومره سالبه هتيجي تكمع وتطرح، فمش هيبقى كومبليت في الحاله دي. ماشي؟ فهو في الغالب التو كونديشن دول متحققين، متحققين يعني ان شاء الله في معظم البروبلم اللي هتاخدها. طيب اوبتيمال قلنا ده اوبتيمال بس بشرط، في حد فاكر الشرط هنا؟ البريتس فيرست اهو مكتوبه تحت. ايوه، لو العدد الليفل بتاعتك او الستيب بتاعتك هي الكوست. طب لو الستيب مش هي الكوست يبقى لا مش هيديني الاوبتيمال. اليو اس اس هيديك الاوبتيمال، الاي الايتريتيف تيبس هيديك الاوبتيمال، بس شرط 3 برضك. بص شرط 3 عامل يعني، لو بصيتوا الاي دي الاي دي اس هتلاقوه بالظبط على فكره، لما نيجي نقارن هتلاقي الاي دي اس هو هو البريتس فيرس مع اختلاف الميموري. واخدين بالكم؟ بص كده للاثنين يعني اهو، ده يس بنفس الكونديشن، ده يس بس في نفس الكونديشن، هو الفرق الميموري. خلاص واصله ده. الدبس مش اوبتيمم خالص لانه بيمشي دبس. الليميت برضك مش اوبتيمم لان هو بيمشي على الليفل، لغايه لما يوصل الليفل بيرجع تاني، مش اوبتيمال. اوبتيمال يا شباب يعني يجيب لك احسن احسن مسار. فالمفروض المفروض الوحيد اللي بصراحه اللي المفروض تكون جارانتي ان هو يديك الاوبتيمال اللي هو اليو سي اس اللي احنا خدناه بصراحه. مين الوحيد اللي يديك اوبتيمال كده اللي هو يديك اقصر مسار؟ اليو سي اس. البريتس والاي دي اس بتشترط ان الستيب كوست تبقى هي هيها الكوست ثابته يعني عند كل مرحله، وده مش هيحصل خالص. قليل قوي لما تلاقي بروبلم ان الستيب لا، في بصراحه زي الايد بازل اللي الباشمهندسه عملتها، الايد بازل اللي الباشمهندسه عاملاها زي الروبوت مثلا اللي بيمشي في نافيجيشن، ففي الغالب الستيب كوست هتبقى واحده. يعني ايه ثابته؟ يعني تمشي يمين زي تمشي شمال، كلها الستيب بتاعتك ثابته في كل الحالات. مش تمشي يمين تبقى المسار ناحيه اليمين 5 كيلو مثلا والمسار ناحيه الشمال 2 كيلو، لا. فهتلاقيها لا، هتلاقيها تديك مش هتديك الاوبتيم. واصلا بص يا شباب كلهم في التايم، عشان نخلص منهم كلهم في التايم اكسبوننشال، كلهم بلا استثناء. والباص كلهم اكسبوننشال. البيز بتاعتك اللي هو تحت البيز البي، مين البي يا شباب؟ ها البرانشنج فاكتور صح. الاس بس هو اللي بيختلف من واحد للتاني. هنا بيعتمد على الدي، الدي اللي هو المكان الجول فين، يعني على حسب الجول بقى. لو في الاخر يبقى بعد 10 ليفل يبقى بي اس 10. طب لو هو بعد 2 ليفل هتبقى بي اس 2. فالدي هنا اللي هو عدد الليفل. ماشي يا شباب؟ طب اليو سي اس برضك بيعتمد على مكان الجول، بس هي المشكله انك مش قادر تحدد الجول فين. فهو عملوا له معادله بنعتبر ان بنجيب الابس الافريج بتاع الستيب كوست. يعني ايه؟ بشوف الاوبتيمال السي اوبتيمال دي يا شباب اللي هي المسار من الاول لغايه الجول. انا عارف ان هو قد كذا، الكوست بتاعته قد كذا في الاخر، اقسمه على ايبسلون. مين ايبسلون؟ اللي هو المتوسط بتاع الستيب كوست زائد واحد في الاخر. هو قريب من ده بس اكبر شويه صغيره، اكبر شويه صغيره، لان هو بيبقى شبيه بيه. لو حد شاف المساله بيبقى شبيه بيه، بس بيبص على الستيب كوست معايا وبيعتمد على الكوست بتاعت الجول نفسها. يعني لو الجول بعيد شويه فالكوست بتاعته مساره يعني بعيد شويه، فبالتالي هاخد وقت اطول شويه. تمام. دول بقى يا شباب هتلاقي بص البريتس زي الاي دي اس عشان نخلص منه،
ده وده بيعتمدوا على الليميت. الدبس ده سواء الدبس فيرست او الدبس ليميت على بناء على الليميت. طب ايه بي اس ام وايه بي اس ال؟ اس ام يا شباب يعني هيوصل للاخر، الام ده اللي هو الماكسيمم دبس، الدبس لو الشجره بتاعتك انت عارف ان اخرها 50، فده الدبس لو حد فاكر بيفضل ماشي بالعمق لغايه لما يوصل يجيب اخر الشجره اللي هي ام، فتبقى بي اس ام. الثاني زيه بس للاسف ما بيمشيش للاخر فبيبقى اقل منه شويه اللي هو بي اس ال، بس اكسبوننشال بس اقل منه شويه، يعني الدبس ليميت اقل من الايه؟ من البي اس ام. واصله الفرق ما بينهم ولا ما قدرتش اوضحهم لكم؟ هم كلهم اكسبوننشال بس الفكره ان والمقا البيز بتاعهم واحد، هو الاس هو اللي بيختلف بس. واصله ولا لا؟ والإيتيريتيف دي علشان خاطر برضك انا مش عارفه الجول فيه هو زي هيبقى زي البريدز فيرست سيرش كده بس زي البريدز فيرست سيرش. بس الدبس ليميت احنا بنديله في المساله بنديله وقف عند كام صح؟ احنا بنديله وقف عند 5. لا الإيتيريتيف بس انا مش عارف الجول فين، فبيجرب 1 و2 و3 و4 فهو عامل زي البريدز. بس هو في مشكله هنا، كنا قلنا ايه لو حد فاكر في الاستاذ اللي قبلها ان اللي فوق بيكررهم تاني، فهو ازود شويه في الوقت، ازود شويه بس شويه ايه ان هو بيعيد حاجات كده ملهاش لازمه تاني. بس هو لو جينا لو تفتكروا بيج او، لو حد فاكر بيج او، بيج او ان انا باخد الاس الكبير او لو انا مثلا عندي ان اس 2 وعندي ان اس 4، يعني لو عندي ان اس 2 زائد ان اس 4 يبقى لما نيجي نقول بيج او هنقول ان اس 4. انت عارفين دي في الالجوريزم صح؟ لو عندك لو انت عندك بولينوميال ان اس 2 زائد ان اس 3 لما نيجي نختصرها هناخد الاس الكبير وهنهمل الاس الصغير صح؟ في الالجوريزمات. تمام. هو دي نفس الفكره، بس لما نيجي من ناحيه البيج او الاثنين زي بعض بس في اختلاف بسيط اللي هو ايه؟ ان هو خلي بالكم ايه اللي احنا قلنا عليها؟ ان النود اون ليفل اباف الدي اباف الجول يعني ار جنريتد مالتيبل تايم، يعني لو الجول مثلا اديكم مثال، يعني لو الجول واقف عند 4 فبالتالي 1 و2 و3 هتتعاد كذا مره لانه هيجرب الليفل الاولاني مش هيلاقيه، هيروح جاي مزود واحد، لما يجي يجيب 2 هيعيد واحد ثاني، هيعيد 1 و2 بس هي مش هيمشي ليفل يا شباب، هو بيمشي ديبس. يعني هو لما يجي يعيد واحد مش ياخد الليفل واحد بعدين ليفل 2، هو مش شغال كده، هو بيشتغل ديب يرجع تاني. واضحه؟ مفهومه؟ هبقى احل لكم مساله عليها عشان توضح اكتر برضه. طب بالنسبه للسبيس كل بص ده اكسبوننشال من اول لما نخش على الدبس تلاقيه بقى بدل بي اس ام هتبقى هنا ايه؟ بي ام، بي اس ال هتبقى بي في ال، بي اس دي هتبقى بي في دي. واصله؟ لان هو بكل ليفل بيخزن بس برانشنج فاكتور بس. واصله؟ واصله يا شباب؟ انما هنا التايم زي السبيس، التايم زي السبيس، لان احنا بنمشي تقريبا ليفل، تقريبا بنمشي ليفل، فلما تيجي تقف عند ليفل انت هتكون مخزن الليفل اللي تحت كله. واصله؟ مفهومه ولا لسه شويه؟ تمام. طب هو ده كده للاسف هو عيب الالجوريزمات دي كلها ان هو الوقت بتاعها اكسبوننشال، ما قدرناش نلعب في الوقت، احنا قدرنا بس يعني اقصى حاجه قدرنا نوفر في السبيس وقدرنا نجيب الاوبتيمال سوليوشن بس ما زال اكسبوننشال. طب هل ما فيش طريقه بقى ان انا احسن بقى زي ما الباشمهندس كان لنا المره اللي فاتت ان احنا امشي في اتجاه الجول ده، انا عارف ان هو الحته دي هتخليني اكسب او انا عارف ان الجول في المنطقه دي، طب ما انا اعمل سيرش عليه يعني واوصل عليه، فده اللي هناخده اللي اسمه انفورمد سيرش. ماشي ده اللي هناخده. بس قبل ما اخش في الانفورمد سيرش حد عنده سؤال في الالجوريزمات دي البريدس اليو سي اس الدبس ليميت الايتريتيف؟ حد عنده سؤال؟ حد عاوزنا نعيد فيهم حاجه؟